الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الناطق باسم جيش الاحتلال هجاري أصدر بيان أثناء العملية، وقال بأن هناك معلومات استخبارية لوجود قيادات من حماس تدير العمليات من مشفى الشفاء. لو كان هذا الأمر منطقيا، أيعقل أن جيش يعلن عن هذه العملية الاستخبارية اللي من المفترض أن تكون سرية تامة وأن تكون ذو عمل فني محترف ومفاجئ وصادم للعدو، خاصة وأن الاحتلال لديه تجارب واسعة في هذا المجال، وهذا يدل بأن هناك أهداف مختلفة. صيغة وجود القيادات لحماس داخل هذا مجمع الشفاء الطبي لأغراض أعتقد هي موجودة في ذهن الاحتلال ويريد أن يصل إليها، وهذا يذكرنا كما تفضلت بكل الروايات، يعني القطاع الطبي دمر بالكامل في قطاع غزة من مجمعات ومشافي ومراكز طبية تحت حجة أن هذه تستخدم لأغراض عسكرية وفيها أنفاق، وثبت بالبرهان محليا ومن خلال الصحفيين والمؤسسات الدولية أن المشافي خالية تماما. إذن الاحتلال في هذا السياق اسمح لي القول بأنه حتى في دفعه للرواية الكاذبة هي رواية مفضوحة ضعيفة، وهذا يدل حقيقة على حالة الارتباك الموجودة، ليس فقط الارتباك في الجانب الإعلامي العسكري لدى الاحتلال، حتى ارتباك في جانب العمليات. يعني من المفترض أن تكون هذه العمليات تجرى بطريقة فيها نوع من أنواع الإقناع للطرف الآخر بأن هذه العمليات عمليات مشرعنة، لأن مجمع الشفاء الطبي هو مجمع محمي في القانون الدولي، النازحين الموجودين هؤلاء مدنيين، بموجب القانون الدولي الاحتلال يفرض عليه ويلزم بحمايتهم وإطعامهم وتوفير كل الاحتياجات، والمرضى أيضا يوفر أيضا لهم كل الاحتياجات الطبية. الذي جرى في ساعات الفجر الأولى أن يتم نزوح 30,000 فلسطيني موجود في المجمع تحت القوة وتحت القصف والدخول والاقتحام لبنى المجمع. بالعودة لمنطق ما هي الأهداف التي ممكن كان الاحتلال حقيقة يحاول يعني أن يحرزها، أنا أعتقد في شيء متعلق في الاحتلال يريد أن يبدو لجمهوره الداخلي، يبدو أيضا فيما يتعلق بجيشه الذي تابعنا مستوى الخلافات الداخلية ما بين السياسيين والعسكريين وحتى داخل الجيش، ولاحظنا حتى العديد من الضباط بدأوا يتدخلون في السياسة ويخرجون عن طورهم بسبب ما يجدونه في قطاع غزة. واضح أنهم ينتقون أهدافا سهلة، أنت تتكلم عن مجمع مدني طبي فيه نازحين، وتصوير بأنه هذا عبارة عن هدف كبير جدا والاحتلال سيسيطر عليه وبأنه قام بعملية نوعية، وهذا من نوع من أنواع رفع المعنويات داخل الجيش وداخل الجبهة الداخلية التي تتساءل اليوم ما هي أهدافكم، ما هي أهدافكم الاستراتيجية، ماذا تريد أن تحققوا من البقاء في قطاع غزة. هذه مسألة مهمة. مسألة ثانية متعلقة بفكرة ما يسكن عقل الاحتلال بأنه لا يريد مدنيين موجودين في لا في مدينة غزة ولا في شمال قطاع غزة، يريد هذه المنطقة تكون منطقة فارغة، ولذلك قيامه الآن مكررا بتدمير مقومات الحياة في الشمال وكأنه يقول للمدنيين لا مقام لكم في هذه المنطقة، عليكم أن تنزحوا جنوبا وأن تتركوا هذه المجمعات وأن تتركوا حتى بيوتكم المدمرة. وهذا فيه أهداف طبعا لاحقة قد يبنى عليها، لأن هناك نحن نتحدث عن سيناريوهات قادمة متعلقة في عمليات قد تجري في مدينة رفح وفي وجود الاكتظاظ السكاني. مسألة أخرى فيما يتعلق بالأهداف، أنا حقيقة أستاذ يحيى لا أستبعد أن الاحتلال في هجومه على مجمع الشفاء وقد يتكرر في مناطق أخرى أنه يريد أن يصعد في داخل قطاع غزة في بعض المناطق الحساسة حتى على المستوى المدني وليس حساسة عسكريا للضغط على المفاوض الفلسطيني. نحن عهدنا الاحتلال دائما في ساعات المفاوضات يصعد عسكريا ليضغط على الحاضنة الشعبية وليضغط على المقاومة ليضغط على طاولة المفاوضات. نحن نرتقب الآن وصول رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بنيا إلى الدوحة، ونفترض أن يلتقي مع الوسطاء، وهذه ستكون ساعات مفاوضات، وجزء من المفاوضات هو العملية العسكرية. الضغط هذا الذي جرى ممكن أن يكون ذو بعد في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن نشهد مزيد من التصعيد، وبالتالي الاحتلال يحاول تحقيق جملة من الأهداف البعيدة في ظني عن الأهداف العسكرية، لأن مجمع الشفاء الطبي لحد الساعة لا يوجد فيه أهداف عسكرية،
وكل الشهود. يعني إسماعيل الغول عندما يعتقل، هل هذا هدف عسكري؟ هذا صحفي يغطي على الهواء مباشرة. إذا لماذا اعتقل؟ لأنه يريد الاحتلال أن يكمم الأفواه وأن يمنع الصورة الحقيقية، لأن من يمكن أن ينقل صورة المجمع الشفاء الطبي والصحفي؟ بالتالي قطع الصلة ما بين الصحفي وما بين الإعلام والوسائل الإعلامية وما يجري على الأرض هو في محاولة لإخفاء كذب الرواية وضعف الرواية وحالة الارتباك التي عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.